ميسي. يلا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فريمد. اليوم عدنا في بيس 2021 ماستر ليج باريس سان جيرمان، عدنا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، يعني نهائي 2019-2020. وأيضا في هذا الفيديو أنتم من ستقررون مستقبلي، هل سأجدد العقد مع باريس سان جيرمان أم أنتقل إلى أحد الأندية التي سأذكرها في آخر الفيديو. يعني جاتني عروض من عدة أندية راح تشوفوهم في آخر الفيديو. المهم دعوني لا أطري عليكم، قبل ما نبدأ لا تبخلينا باللايك، اشترك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، وأهم شيء أنك تشاهد الفيديو للأخير فضلا وليس أمرا، وشكرا لكم كثيرا. دعوني لا أطري عليكم، يلا بنا Let's go. مرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل من جديد. مثل ما شفتم اليوم عدنا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، ولكن قبل ذلك راح نخوض مباراة انجي، يعني اخر مباراة في الموسم. مشاهدينا الافاضل مرحبا بكم في مباراة الاخيرة، الجولة الاخيرة من الدوري الفرنسي بين انجي وباريس سان جيرمان المضيف. اوكي يلا بينا ليتس جو. اوكي نهاية الشوط الاول 0-0 تقريبا بدون اي محاولات. واو بدون محاولة يا جماعة. يلا إيكاردي خطيرة والدفاع يتدخل. اوكي يا جماعة حبيت انبهكم باني ما بلعب بالتشكيلة الأساسية. كنت مليحة كنت مليحة. يا إيكاردي. والله إيكاردي راح نعرضه للبيع يا جماعة. بابلو سارابيا. إيكاردي. But it's بابلو سارابيا. And here's مارو إيكاردي. والله بطيء جدا هذا إيكاردي. أوكي نهاية المباراة 0-0 بين الفريقين بي إس جي وأنجي في آخر مباراة من الدوري الفرنسي. اوكي المركز الثاني مارسيليا توج باللقب. اوكي ندوة صحفية يا جماعة الخير، تمهيدا لمباراة النهائية في دوري ابطال اوروبا، اقترب موعد نهائي تشامبيونز ليج، ماذا ستخبر فريقك في ركلة البداية؟ استمتع باللعب، سنلعب كرة القدم، اذل قصارى جهدك في ارضية الملعب. للعلم يكاد يصل خصمنا الى الفريق مكتمل تماما، حيث اننا قضينا ساعات نحدد اسلوب لعبه في غرفة العرض، لذا نحن نعلم انه سيكون خصما صعبا. اوكي ما كملت القراءة. اوكي تحفيز داخل غرفة تبديل الملابس، هناك غاية من بذل كل هذا الجهد والعرق طوال هذا الموسم، مباراة اليوم هي الفيصل بيننا وبين الفوز بلقب الشامبيونز ليج. اليوم سنفوز باللقب ونرفع الكأس عاليا في ديارنا، لا تمنحوهم اي فرصة وابذلوا قصارى جهدكم. مشاهدي الكرام اهلا وسهلا بكم في مباراة اليوم على ملعب الاليانز ارينا، معقل بايرن ميونخ على ارضهم وعلى ميدانهم. اوكي هذا تشامبيونز ليج، اوكي ما عندهم حقوق يا جماعة. ذات الاذنين من سيفوز بها؟ ليونيل ميسي قائد باريس سان جيرمان ام كيميش قائد بايرن ميونخ؟ مباراة تعيد بالكثير، مباراة تعيد بمباراة، مباراة تعيد بمباراة. اوكي يا جماعة هذه هي الجماهير الغفيرة، جماهير بي اس جي وجماهير بايرن ميونخ على الجانب الاخر. يا سلام يا سلام يا سلام. اوكي فلتبدا هذه المباراة يا جماعة. اوه والمحاولة.
جيد جدا يا مولر. لا ليفا ليفي ليفا مبابي خطا واضح حكم. اوكي يا جماعه تنن والله يا توزيع. اوكي توزيدو من فاينالدو. ليفا والدفاية تتخلع. مولر والله لعب. لا يقوم غبي جدا. نهاية الشوط الأول 0-0 تكافؤ تقريبا بين الفريقين. استحواذ متعادل 49-51 يعني نسبة متعادلة يا جماعة. ليفا خطير. ليفا اي 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 تسلم. ميلر مبابي كاد ان يسجل. مبابي من يسجل كيليان مبابي. مبابي يا الله ضيعت يا الله. تسلل ما تسلل. اوكي تسلل. يلا يلا مبابي يلا 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 كود تدخل. مبابي تسلل. اوكي نهاية المباراة بتعادل 0-0. نذهب إلى الأشواط الإضافية. يلا جول 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 نيمار جونيور. يا سلام يا سلام نيمار يسجل هذا من اول باير في الدقيقة 99 من عمر هذه المباراة. يا فرحة عارمة على ملعب الاليانز ارينا معقل بايرن ميونخ. شوف 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 من هناك ناديوني ميسي لا مبابي. مبابي من هنالك بينيا. فرحة عارمة. يلا يا جماعة خير مازال مازال هنالك أمل. لا 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 ليس هكذا ليس هكذا. يا الله يا الله يا الله يا الله كاد أن يسجل. العارضة تتصدى ونهاية الشوط الإضافي الأول. ما زالت النتيجة 1-0 لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 99 من عمر هذه المباراة. محاربين فوق أرضية الميدان. يلا 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 نيمار نيمار وضيع نيمار وضيع كورة. يا الله ماركينيوس تمسح
عم تمزح يا ماركينيوس يلا ما تخلي يسجل لا 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 الحمد لله تسلل لميسي يلا يا جماعة ما باقي شيء ونفوز الفوز بدوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان لأول مرة في تاريخه في بيس 2021 باريس سان جيرمان رسميا يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بوالله المدرب فريمد إذا ربما ستكون هذه آخر مباراة للمدرب فريمد مع نادي باريس سان جيرمان من سيقرر مصير المدرب فريمد مع باريس سان جيرمان أنتم أعزائي المشاهدون هل نبقى مع باريس سان جيرمان أن ننتقل إلى نادي آخر باريس سان جيرمان يرفع الكأس لأول مرة على معقل الألينز أرينا بميونيخ بألمانيا على الأراضي الألمانية ميسي يتوج بهذا اللقب منذ عام 2015 لم يتوج بهذا اللقب نافاس يحمل الكأس كأس دوري أبطال أوروبا ذات الأذنين وذات الأنفين وشوفوا يا جماعة هنا يدل على أنني ممتاز جدا نيمار هو رجل هذه المباراة اوكي هذه بطولتين اخذتهما مع باريس سان جيرمان خلال موسم واحد 2020-2021 دوري ابطال اوروبا وكاس فرنسا اوكي لدي عروض اوكي لدي عرض من موناكو ولدي عرض من يوفنتوس اهداف الموسم عرض نهايه الموسم يعني الاهداف اللي سطرناها كان من الرائع مشاهده الرجال يلعبون هذا الموسم لقد حققنا هدفنا بشكل رائع انا متفائل بطبع مع نادي يضم فريق مدربين ممتازين فلا حدود اوكي يا جماعه جدني عده عروض للاعبيني ولكن راح ننتظر الى حين ان نتخطى هذه المباراه ثم نرى مصيري مع هذه الانديه مصيري مع باريس سان جيرمان يا جماعه اوكي جانا عروض يا جماعه الخير اوكي تلقيت عرض تجديد العقد مع باريس سان جيرمان ولدي عرض موناكو ولوس انجلوس انتم تحكموا علي في التعليقات هل انتقل ام لا ولكن راح ننتظر الى حين نهايه الموسم الى نهايه هذا الموسم عشان نشوف الفرق التي تريد التعاقد معي اوكي راح نتخطاوا هذه المباراه مباراه الاثبات تعادلنا 0-0 اخر يوم في الموسم يا جماعه الخير أعطيكم ثلاث خيارات يا جماعة أنتم تحددوا المستقبل الخاص بي هل أنتقل إلى موناكو أم إلى يوفنتوس أم إلى باريس سان جيرمان لوس أنجلوس ما راح أنتقل ولو يعطوني 100 مليون أورو في الشهر في اليوم أوكي يا جماعة ثلاث خيارات يوفنتوس موناكو وباريس سان جيرمان إذا جماعة الخير وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى الفيديو عجبكم أنتم قولوا لي في التعليقات إلى أي نادي أنتقل أو سأجدد عقدي مع باريس سان جيرمان شكرا لمشاهدة الفيديو الأخير شكرا لكل من يدعمنا سواء باللايك سواء بتعليق سواء بمشاهدة الفيديو الأخير ربي يحفظكم ربي ينوركم تلقاوه في فيديو آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم